أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 77. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الفرنسية اللي تابعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة الحلقة بتاعتنا تحت عنوان مراجعة نصف المنهج بالنسبة للغة الفرنسية للثانوية العامة. طبعا هيكون في ضيفتنا في الحلقة دي بالترتيب كده أستاذ اللغة الفرنسية في محافظة القاهرة ميسيو عبد الفتاح شاكر. مساء الخير يا مسيو. مساء النور يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم. وهيبقى معانا ايضا استاذ اللغه الفرنسيه في محافظه الغربيه مسيو احمد الشافعي. مساء الخير يا مسيو. اهلا يا مستر احمد. اخبار حضرتك؟ اهلا بك يا فندم. ومعانا ايضا استاذ اللغه الفرنسيه في محافظه كفر الشيخ مسيو سعد ميسي. اهلا بك يا فندم. اهلا مستر احمد. شرفتنا حبيبي. شرف لي يا فندم. وايضا معانا استاذ اللغه الفرنسيه في محافظه الشرقيه مسيو وليد عبد العظيم. اهلا بحضرتك يا مستر احمد. اهلا بك يا فندم. ومعانا ايضا استاذ اللغه الفرنسيه في محافظه الالويه مسيو محمد الطراز. واخيرا معانا استاذ اللغه الفرنسيه في محافظه الدقهليه مسيو محمد الويشي. مساء الخير مسيو. شرفنا وتشرفونا كالعاده، وان شاء الله نتمنى لكم حلقه موفقه ان شاء الله باذن الله. نستاذنكم في فاصل قصير ونرجع تاني. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، يمكنك الان الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء،
أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وزي ما قلنا طبعا النهاردة الحلقة بعنوان مراجعة نصف المنهج للغة الفرنسية. وطبعا أساتذتنا الفاضل مجمعين كم من التمارين كبير جدا قائم على إعمال الفكر والتركيز، فياريت الطلبة بتاعتنا تركز معهم في الجمل اللي هم حاطينها. هنبدأ الحلقة بتاعتنا مع ميسيو شاكر عبد الفتاح شاكر، وياريت المخرج الجميل يجيب لنا بيج نمبر 1 أو الصفحة رقم 1. فضل يا ميسيو. أعزائي الطلبة، نركز شوية في نوعية الفراز اللي عندنا في الجرامير، هو السؤال الثالث في الامتحان بتاعنا بعنوان شوازي لا بون ريبونس. شوازي عشان أحل السؤال صح، أول حاجة أعملها أحدد اللي قبله بعض النقط إيه. في الأربع شوازي اللي عندي أشوف أي نوع من الجرامير موجود، تمام؟ هل عندي أرتيكل ولا برنوم برسونال، ولا عندي تون، ولا عندي كونجيكزون دي فيرب، ولا عندي بروبوزيسيون. إحنا النهاردة هنتعرض للصفحة الأولى في بعض الجمل عندنا خاصة بالبرنوم برسونال. لازم افتكر على طول ان في ديركت واندريكت، لازم، تمام؟ نبص مع بعض كده على الجملة الأولى، لو فوت ال بوان في افيك سيزامي. عشان احل الفراز هنا صح لازم اعرف نوع الكومبليمون اللي عندي، ديركت ولا اندريكت. هات كلمة لو فوت بعد في، تمام، هتاخد ايه؟ برافو، تاخد حرف الجر دو، يبقى الفي دو فوت، يبقى الإجابة اللي عندي اون، تمام. الفراز الثانية خلي بالك، لو فوت ال براتيك افيك سيزامي. براتيك كوا؟ براتيك لو فوت، يبقى الكومبليمون دو بجي هنا ديريكت، ياخد الاجابه ايه؟ برافو ميسيه، لو نيميرو ا، تمام كده. نبص على الفراز الثالثة، لو فوت ال ام فار افيك سيزامي. ركز شويه في الجمله دي، لو فوت ال ام كوا، ال ام لو فوت فير افيك سيزامي، اختار ايه في الكاتر شوازي اللي عندي؟ ها، لو ولا لا ولا لوي ولا اون؟ اختار الاجابه الصحيحه ايه؟ الام فار لو سبور لو فوت، يبقى لو الاجابه بتاعتي. احسنت يا ميسيو. ننتقل للصفحه رقم 2 مع ميسيو احمد الشافعي. اتفضل يا ميسيو. عندنا الجمله اللي جايه يا جماعه جمله فيها فكره هايله. هنشوف كده اول حاجه الجملة الاختيارات اللي فيها، لو بصينها لها كلها هنلاقيها كلها بتتكلم ان احنا عاوزين نشيل المفعول ونكمل بضمير شخصي يحل محل المفعول. لو دوفوار إل هو في طافون موا. دلوقتي عشان نطلع الجملة دي صح وما نحتارش في كمية الضمائر الشخصية اللي قدامنا في الكاتر شوازي في الأربع اختيارات، نرجع كلمة لو دوفوار دي مكانها في الجملة الثانية. يعني تعالى كده نشوف ونقول il fait le devoir avant moi، يعني رجعت le devoir après le verbe، بعد الفيرب. تعالى كده لما نشيلها ونرجعها هنلاقيها ايه؟ complément direct، هنلاقيها بقت مفعول مباشر. يبقى انا دلوقتي هبدا افكر في الاختيارين اللي ينفعوا للمفعول المباشر. هلاقي الاختيار رقم بي والاختيار رقم سي، الاثنين يحلوا محل المفعول المباشر. ولكن تعالى نبص على كلمه devoir، هنلاقيها مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث؟ لو بصينا عليها يا جماعه هنلاقيها بقت كلمه مفرد مذكر، يبقى في الحاله دي الاختيار اتحسم وبقت الاجابه الصح الاختيار رقم ب لو. يبقى الجمله هتبقى لو دوفوا ايل لو فون افو موا. ده بالنسبه للجمله رقم 4. تعالوا نبص للجمله رقم 5، هنلاقي نفس المفعول اتكرر بس اكيد فيها فكره ثانيه، لو دوفوا في افو مونجي. تعال نبص كده، رجع تاني، هتلاقي الجملة دي فيها التركتين اتنين. أول تركة إن إحنا عاوزين نحط ضمير شخصي يحل محل المفعول. التركة التانية إن الجملة تعتبر وأكيد إن هي جملة أمرية، يعني هنا خد بالك إن الضمير الشخصي هيتحط أبغيلو فيرب بعد الفعل. يبقى تعال نبص كده، رجع كلمة لو دوفوا، هتبقى في لو دوفوا اعمل الواجب. طب تعالى شيل لو دوفوا، احنا لسه قايلين في الجمله نيميريو 4 ان هي مفعول مفرد مذكر، يبقى شيلها كده، هتلاقي بعد في هتبقى في لو افون ميدي.
فيها جملة كمان دي التركة الثالثة في نفس الجملة، احنا لسه في جملة رقم 5، هتقول لي ان افون مبدوء بحرف متحرك، يبقى ليه ما خدتش الاختيار الاولاني اللي هو الا بصرف، على الرغم ان بعد النقط متحرك. احنا اتفقنا يا شباب واتفقنا اصدقائنا الطلبة ان الضمير الشخصي يتحول في المفرد لألا أبصرف إذا كان الفعل بيبدأ بحرف متحرك، إنما هنا الضمير هيجي أبغيله فيرب، هيجي بعد الفعل، يبقى أنا كده مش محتاج إن أنا أخليه ألا أبصرف. عشان كده الاختيار الصح والأدق في الجملة دي لشوازي نيميرو بي، يبقى الجملة كاملة لو دوفوار في لو أفون ميدي. لافراز نيميرو 6، الجملة رقم 6، سي مون أمي جي في أو كليب أفيك، إنه صديقي أنا أذهب إلى النادي، عاوز أقول مع. يبقى إحنا دلوقتي عندنا جملتين عاوزين نشيل المفعول بتاع الجملة اللي هو سي مونامي. تعال كده شوف مونامي، هتلاقي نفس الفكرة، ضمير عاوزين نحطه مكان مونامي. هتلاقي مونامي هنا اختلف عن الجملتين اللي فوق، مونامي هنا عاقل، فهنا في العاقل يبقى دماغي على طول تروح لحاجة مهمة جداً، للوي في المفرد، لالير في الجمع. تعال بص كده عندنا في الاختيارات، هنلاقي الاختيار رقم دي هتبقى سي مونامي جي في او كليب افيك لوي، انا اذهب الى النادي معاه، يبقى معاه هنا عايده على مونامي، يبقى سي مونامي جي في او كليب افيك لوي. احسنت يا مسيو. هننتقل للصفحه رقم 3 مع مسيو سعد نيس، اتفضل يا مسيو. أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة في كل مكان، بنكمل مع بعض اللي تفضل بيه السادة الزملاء في جمل على لي برونو بيرسونال. بقول لي دايما الطالب الشاطر وابني وبنت الشاطرين، لما تيجي تختار في الجرامير بالذات لازم استبعد الإجابة الخطأ قبل ما ادور على الإجابة الصح. ليه؟ دايما أول ما عيني بتروح على الجملة بلاقي إجابة أو اتنين بعيد خالص عن القصة وبعيد خالص عن نوع الضمير المطلوب في الامتحان. نشوف كده الجملة رقم 6 مع بعض. لو باسكيت كومو تي بوا تروف. دايما الكلمة اللي بتبقى في أول الجملة دي بتبقى الكومبليمو، سواء كومبليمو دوبجي ديريكت أو كومبليمو دوبجي اندريكت. باخد الكلمة أخليها كومبليمو ورا الفيرب اللي عندي، هقول كومو تي تروف لو باسكيت، يبقى هنا واعد كومبليمو ديريكت، فبالتالي هنا ضمير المفعول به الموجود عندي الضمير لو اللي موجود في اول اجابه عندي، برافو عليكم، لو باسكيت كومو تي لو تروف. ودايما بنقول الطالب الشاطر خد بالك الضمائر الشخصيه تروح الامتحان لازم تلاقي جمله عليها، لان من 2017 ل 2020 في امتحانات الثانويه العامه والازهر والسودان والنماذج التجريبيه دور اول ودور ثاني جت حوالي 30 مره في كل الامتحانات ديت، وبتبقى جمله مضمونه لان مش عايزه حفظ كتير، بتبقى عايزه بس الطالب يعرف نوع الكومبليمو اللي في الاول ده، اما يرجعه في اخر الجمله كومبليمو هيطلع موقعه ايه في الجمله. نشوف الجمله رقم 8، لو باسكيت كاسك تي بوا بونس. وعايز اقول لكم حاجه على فيرب بونس، ده فيرب يعني غريب قوي في الفرنساوي ومن الافعال المهمه جدا، لان انا عند الفيرب ده ممكن يتحط قدامه ثلاث ضمائر شخصيه مش واحد بس. لو جه في جمله خبريه يعني قلت مثلا لو باسكيت ايل بوا بونس، هقول ايل اي بونس. لو جه في جمله مع العاقل في اخر الجمله هقول مونامي جو بونس الوي. لو جه في جمله استفهاميه بكلمه كاسك زي ما في المثال اللي قدام حضراتكم، لو باسكيت كاسك تي او بونس، يبقى هنا الضمير او هو الاجابه السليمه، هو الاجابه الصحيحه، لان انا لو قلبت الجمله بقى وجبتها زي الاول هقول كاسك تي بونس دو باسكيت. طالما الكومبليمو غير عاقل وخد حرف الجر دو باشكاله كلها يبقى الضمير الصح هنا هو الضمير او بالنسبه لي. نروح على الجمله رقم 9، رقم 9، مون فرير جو بوا كونسي دو فير دو سبور. عندي فيرب كونسيي بياخد حرف الجر اه، وفيرب كونسيي مش هو لوحده، ده في بعض الافعال كده بتاخد حرف جر بالفرنساوي وما بتاخدش بالعربي زي كونسيي اه وبير اه جوي اه، فبالتالي اخد بالي من الافعال ديت وانا بترجم ما ترجمش عربي لان لو ترجمت عربي هغلط فيه. عندي برضو مون فرير مفرد، اروح على طول استبعد الاجابه الاخيره اللي دي بتيجي مع الجمع،
واستبعد مفرد مذكر طبعا مسكولاه، استبعد الله عشان دي بتيجي مع المذكر، يبقى انا قدامي اثنين يالو يالوي، يا ترى الفيرب هنا هياخد ايه؟ كونسي اه، يبقى برافو عليكم زي ما كلكم بتقولوا كده، لوي هي الاجابه الصح. تمام، الله ينور عليك. احسنت يا مسيو سعد. ننتقل للصفحه رقم 4 مع مسيو وليد عبد العظيم، اتفضل يا مسيو. نكمل يا مستر مع نيمغوديس، وهنا برضو مستمرين مع قاعده لي برونو بيرسونيل. القاعده دي تريز امبورطون في الميثود بتاعتنا، ومعانا اول مثال لا كونفيتور il point mais sur la tartine. زي ما حضراتكم شايفين ان احنا هنا مقدمين الكومبليمون بتاعنا، المفعول هنا مقدم وعايزين نعوض مكانه بضمير. هو ايه فائده الضمائر الشخصيه يا شباب؟ ان احنا هنا ما بنكررش الكلمات تاني، لان الفرنسيين ما بيحبوش ان هم يقعدوا يكرروا في الكلام ويستخدموا نفس الكلمه اكتر من مره. طيب هنا في استراتيجيه لازم تتبعوها وانتم بتحلوا اي سؤال قواعد، وانت عندك اربع اختيارات لابد ان يكون عندك اجابتين من الاربعه دول غير صحيحتين. فهنا حضرتك شوف، انت هنا شيل لا كونفيتور اللي هي كلمه سانجولي فيمينا، كلمه مفرد مؤنث، هل ينفع احط مكانها ضمير مفرد مذكر؟ نمشي كده مع بعض. اللو هنا طبعا مش هتنفع، لازم نستبعد اول اختيار عندنا اللو. طيب ممكن استخدم الله، نسيبها معانا شوي. طيب هنا لا كونفيتور لما ندخلها في الفراز بتاعتنا هيبقى موضعها ايه؟ موضعها كومبليمو. طيب الكومبليمو هنا مسبوق بايه يا شباب؟ مسبوق بارتيكل بارتيتيف، ادوات تجزئه. طيب تعال نكون الجمله بتاعتنا، هتبقى عامله ازاي؟ il met de la confiture sur la tartine، يعني هو بيضع المربى على تختين. هنا نحلل الموقع الكلمه هنلاقيها كومبليمو دوبجي ديريكت، بس مسبوق ب ارتيكل بارتيتيف. طيب نشيلها ونحط مكانها يا شباب، تري بيان، حط مكانها او، لان هنا الاو كومبليمو دوبجي دي انديفيني نكره. نروح للمثال نيمرو 11 لا كونفيتور il point aime beaucoup. هنا المربى برضو هو بوان ام بوكو. الله يا مسيو، ايه اللي حضرتك عملته لي هنا يختلف عن المثال الاولاني؟ المثال الاولاني بقول لك ان انا عندي مع فعل متخ وبعض الافعال بنستخدم ادوات التجزئه زي مثلا مونجي، بوار، بروندر، اشتي، ايليا، هنا بيجي معاها الماكولات والمشروبات مسبوقه بادوات تجزئه. اما افعال الجو اللي هي افعال الذوق بتسبق بارتيكل ديفيني، ادوات معرفه. طيب تعالى نعمل الفراز بتاعتنا، هتبقى il aime la confiture، يعني هتنزل زي ما هي. طيب il aime la confiture beaucoup، هو بيحب المربى كتير، او il aime beaucoup la confiture. طب هنا موقعها ايه؟ complement d'objet direct، بس précède par quel article؟ par article défini، مسبوق باداه معرفه. طيب لما يبقى المفعول بتاعك مفعول مباشر ومعرف، حضرتك هتشير وتحط مكانه مين؟ تخيب يا دي مفرد مؤنث، احط مكانها الله، بس اتون شويه، هو الفيرب كومونس بار ان كونسون ولا ان فويال؟ شايفين يا شباب قدامكم؟ تخيب يا ان فويال مسبوق بحرف متحرك. طيب طالما حضرتك هتحط الضمير الشخصي قبل الفيرب، هنا ممكن تعمل الاليزيو بتاعك، الحذف بتاعك، فهنا تبقى بدل اللا هتبقى الابسخوف. نشوف اخر فراز عندك هنا في الباج نمرو 4 نمرو 12 لا كونفيتور il y point a beaucoup. التعبير ده لسه قايله لكم من شويه، il y a بيجي بعد منها aliment او boisson اللي هي الاغذيه او المشروبات. طيب حضرتك لما تحطها هتسبقها بارتيكل ديفيني ولا ارتيكل بارتيتيف؟ ها تري بيان، ارتيكل بارتيتيف، يعني حضرتك هتبقى الاكزامبل عندك الفراز بتاعتك هتبقى il y a de la confiture، سي سا؟ طيب de la confiture هنا اداه تجزئه برضو. طب هتشيلها وتحط مكانها ايه؟ تري بيان، هنحط الاو. طيب هيبقى il y en a beaucoup. جميل، احسنت يا مسيو. ننتقل للصفحه رقم 5 مع مسيو محمد الطراز، اتفضل يا مسيو.
question numéro 13. الجملة بتقول مي بارون جونات اوبي توجور. أول حاجة هبص على المفعول بتاعي اللي هو كلمة مي بارون، وهبص على فعل الجملة اللي هو فيرب اوبير. فيرب اوبير من الأفعال اللي بيجي وراها حرف الجر اي اكسون، يعني المفعول بتاعه غير مباشر. أول حاجة هنا كلمة مي بارون جمع ولا مفرد؟ جمع. هنا دلوقتي عندي الابستراف ولي والوي والار. هستبعد الابستراف وهستبعد اللوي، هيبقى عندي لي ولا. فيرب اوبير من الافعال اللي مفعولها غير مباشر وجاي وراه بيجي وراه حرف الجر اي اكسون وادغاماته. هنا كلمه مي بارون جمع، يبقى اختار اختيار نمبر دي اللي هو لا. يبقى مي بارون والدي جو لور اوبي توجور، اطيع اليهم او اطيعهم دائما. الجمله اللي بعدها نيرو 14 دوني نوات فوت راكيت. هنا هركز شويه، لو اتسرعت في الجمله دي هبص على تصريف فيرب دوني، هاخد الاختيار الاخير فو وده غلط. هنا الجمله على الامبيراتيف في الامر، ونفتكر مع بعض الامبيراتيف في الامر كنا بنصرف فعل مع التو والنو والفو. هنا عندي مع الفو، ولكن فيرب دوني مش فعل ذو ضميرين عشان اختار الفو، فهنا هيقول له دوني موا، اعطيني فقره كات مضرب حضرتك، هيبقى الاختيار نمبر سي. جمله رقم 15 بريباري نوات بور لا كومبيتيسيون مو toi tu veux. هنا فيرب بريباري فعل ذو ضميرين، فهختار الاختيار نمبر دي اللي هو فو. بريباريه فو بور لا كومبيتيسيون. سي فيني. احسنت يا مسيو. وهننتقل للصفحه رقم 6 مع مسيو محمد الويش. اتفضل يا مسيو. نيجي بعد كده هنتكلم عن جزء جديد وهو الفعل الامري، بس طبعا علاقتها بقاعده الضمائر الشخصيه. لو احنا ماشيين بالترتيب جبنا الفضاله اتكلموا عن ايه؟ اتكلموا عن الضمائر الشخصيه. دلوقتي هنربط الفعل الامري بالضمير الشخصي. مبدئيا كده هتلاقي عندك دلوقتي سؤال بيقول جو تاتان، انا انتظرك. نو با، عرفت منين اصلا ان من هنا الفعل امري؟ الفعل امري طبعا علشان الجمله بادئه بالفعل. تقول لي ازاي الجمله بادئه بالفاعل؟ اقول لك بص، انت عندك جو تاتان فاصله كده جمله جديده، يبقى هنا الجمله اللي بعدها هي الجمله الجديده. دايما بقول لك لما يبقى عندك فاصله بتبدا تبص وتحس خلاص كده الجمله انتهت، ابدا جمله جديده. يبقى نو با. طب هنا هحل بقى نو تاردي ولا نو تاردون ولا نو تارد ولا نو تارد؟ مبدئيا كده عايز استبعد واحده. هتقول ايه هي؟ هقول لك الاخيره دي، لان الجمله الامريه يا جماعه استحاله تكون اخرها دي او تي بس. طيب جو تاتان نو با، هنا قال لك جو تاتان انا انتظرك انت، فبالتالي بتبدا تقول انا مش هينفع استخدم اول نقطه. هقول لك ليه؟ تقول ده امر مع الفو. طب انت عايز انا امر تشوف تاخد ايه؟ مش تاخد تو، يبقى انا محتاج امر مع تو. طب اول اختياري كانت امر مع ايه؟ الفو، ما تنفعش. تاني اختياري امر مع او ان اس مع النو، يا اما الثالثه يا الرابعه. طيب احنا ده المفروض فيرب ايه؟ تاخديه ده فعل ايه؟ فعل مجموعه اولى، فبالتالي المفروض عايز منه الامر مع تو. اختار دايما في امر مع تو يا اخر او، يعني هنا عندك تاخد اخرها او ولا او اس. دايما يا جماعه الاس لما تكون قبلها او او اه انا كنت بحذفها لما اجي اصرف امر مع تو، فبالتالي يبقى الاجابه هنا رقم ايه؟ رقم سي. يبقى اذا جو تاتان نو تاخد با. جو فوز اتان. لاحظ وخلي بالك الاسئله شبه بعضها، هتلاقي في افكار كتيره جدا احنا شغالين عليها. جو فوز اتان نو با، نفس الفكره. الجمله بدأ هنا بايه؟ بالفعل، في الجمله الامريه، لان زي ما اتفقنا الفاصله كده تيجي جمله جديده. طب هنا جو فوز اتان سواء هي معناها انا انتظركم او انا ايه؟ انتظر حضرتك. طب هنا انا عايز امر، امر مع ايه؟ امر مع الفو. يعني انت عايز تقول لي ان المنادى بيخليني اجيب الفعل الامري، وكذلك الفعل الامري بيخليني اجيب المنادى زي المثال اللي هنحله بعد كده. يبقى دي فكره من ضمن الافكار، الفعل الامري يديني المنادى والمنادى يديني الفعل الامري. هنا بقولك جو فوز اتان انا انتظركم نو، يبقى عايز امر مع الفو. امر مع الفو دايما يا جماعه ولا اخره زي ما عدا طبعا فعلين شاذين. طيب بعد كده اتوندي، هنا عكس لك، هنا الجمله بادئه بالايه؟ بالفعل. فيرب اتوندي بمعنى انتظر او انتظروا. جو بارل انا اتحدث، هنا اتوندي معناهم انتظروا، فبالتالي هو بيكلم مين؟ بيكلم جامع او بيكلم احترام طبعا، فبالتالي بيقول هنا اتوندي جو بارل. Je te parle انا احدثك، je ne parle انا احدثنا طبعا ما تنفعش. Je vous parle ولا je se parle. عايز تستبعد هتقول انا هستبعد طبعا سو والنو، مش هينفع استخدمه، فبالتالي attendez je vous parle انا اكلم حضرتك، لان هنا يا جماعه عندي الفعل واخد ايه؟ واخد او زائد، فهنا عايز متصرف مع ايه؟ مع الفو، والفو بتاخد ايه؟ ضمير المفعول بتاعها هو ايه؟ الفو زي بالظبط. تمام كده؟ احسنت يا ميسيو. هننتقل للصفحه رقم 7 مع ميسيو عبد الفتاح شكري. اتفضل يا مسيو. حبايبي نخلي بالنا بقى هنا في حاجه خدناها في سنه اولى اسمها ضمير التوكيد، سي تون مايو لمايو اي.
اموا ولا اتوا ولا الوي ولا ال سي توم مايو لمايو اي اتوا ولا اموا نستبعد الوي ونستبعد ال تمام يبقى سي توم مايو لمايو اي اموا ده بتاعي انا الجمله الثانيه سي توم مايو وي الي اتوا ضمير مخاطب هنا بكلمك انت اللي تملك جام يكوب احنا طبعا خدنا الادجكتيف بوسيف كتير جدا مون مامي وتون تاتي وسون ساسي طبعا سهله جدا لان اي سانجوليه سواء ماسكولا او فانا بادئ بفايل باخد له مون وتون وسون يبقى حل الجمله اللي عندي الاجابه اه تمام كده فان ان اجابتها مون يكوب خلاص يا مسيو احسنت يا مسيو ننتقل للصفحه رقم 8 مع مسيو احمد الشافعي اتفضل يا مسيو حبايبي نرجع تاني للجمله 22 كده ونشوفها مع بعض سي لو ساك دي فو باغون وي سي وا ساك هنا الجمله فيها ثلاث حاجات لازم تاخدوا من بالكم منها كويس قوي اول حاجه ان الجمله بادئه بسؤال بمعنى هل فجاوب بوي ادي اول حاجه لازم تاخد بالك منها تاني حاجه ان هو في الجزء الاولاني عبر عن الملكيه باستخدام لو ساك دي فو باغون هنا بقى في الاختيارات في الاجابه عاوزني اعبر عن الملكيه باستخدام صفات الملكيه فاكرين اللي هو مع جي مو مامي تي تون تاتي ايل و ال سون ساسي نو نوتر نوتر نو فو فوتر فوتر فو لو ايل و ال افيك اس لور ليل لور افيك اس فهنا هنبص سي لو سون دي فو بارو وي سي لور ساك طب ليه انا اخترت الاختيار الرقم دي عشان فو بارو جمع يبقى لور ساك الجمله رقم 25 نركز كده مع بعض لانها جمله لو بصيت قبل النقط هنلاقي ان مفيش فاعل معنى ان جملة 23 بدأ من غير فاعل معنى كده ان انت لازم تفكر على طول ان دي جملة امرية اتفقنا مع بعض كتير وقلنا ان الجملة الامرية جملة شبه الجملة الفعلية لازم تبدأ بالفعل طيب هنا بوا موا سولتو بلي من فضلك انت لو بصينا مفتاح الاجابه فين مفتاح الاجابه في اخر الجمله خالص في سولتو بلي يبقى هنا الامر كان مع الضمير تي بس تم حذفه عشان الجمله جمله امر يبقى تعالى نختار تصريف فيرب يكون مع تي يبقى هنلاقي الاجابه الصح نيميرو سي يبقى اتون هيجي طالب شاطر من طلابنا الشطار هيجي يقول لي يا مسيو انتوا قلتوا لنا ان احنا مع الضمير تي في الامر بحذف التي وبحذف الاس الفيرب هنا في اس هقول لك قلنا لك الكلام ده مع افعال المجموعه الاولى بس انما بقيه الافعال الاس ما بيتمش حذفها وفيرب اتو ده فيرب مجموعه ثالثه عشان كده الاس ما اتشالتش منه فتبقى الاجابه الصح نيميرو سي عشان الفاعل هيبقى تي وتم حذفه هنيجي على الجمله يا شباب اللي هي رقم 24 هنلاقي نفس الفكره بالظبط وتحس ان الجملتين شبه بعض برضو نقط ومفيش قبلها فاعل يبقى زي ما قلت لك في الجمله اللي قبلها فكر على طول ان انا كده هختار فيرب في الامر طيب يبقى هختار لا اما مع تي لا اما مع فو لا اما مع نو تعال نكمل الجمله بعد النقط موا سيلفو بلي من فضل حضرتك يبقى المفتاح هنا فين في اخر الجمله برضو في كلمه فو يبقى هختار فاعل يكون يتصرف مع الضمير اللي تم حذفه في الامر اللي هو الضمير فو يبقى هبص كده على الاختيارات زي ما كلنا عارفين ان الفو في الاغالب هلاقي ان تصريف الفيرب اخره ايه زاد يبقى الاجابه رقم ب يبقى اتون دو موا سيلفو بلي انتظروني من فضل حضراتكم او من فضلكم شكرا يا مستر احسنت يا مسيو ننتقل للصفحه رقم 9 مع مسيو سعد اتفضل يا مسيو نكمل مع بعض الجمل بتاعت لزادجكتيف بوسيسيف وعايز اقول بس حاجه في الاول ان جمل صفات الملكيه من التمارين الثابته في كل امتحان ثانويه عامه يكفي ان اقول لكم ان من 2017 ل 2020 دور اول ودور ثاني لازم جمله في الامتحان على لذات جكتيف بوسيسيف مش بس كده ده جت 18 مره في امتحانات الثانويه العامه السابقه طيب هناخد فكره جديده في التمارين ديت من اول فان سانك ازاي نربط الجمل بتاعت لامبراتيف بلذات جكتيف بوسيسيف ازاي نربط الامر بصفات الملكيه عندي الجمله رقم 25 بوخت بوا مايو بورالي الونترينمو يا ترى هنا الفيرب اللي محطوط في اول الجمله في الامر مع الضمير تي ولا مع الضمير نو ولا مع الضمير فو عشان كل ضمير من الثلاثه بيحدد الطريق او السكه اللي انا همشي فيها في صفات الملكيه هنا بوخت برافو عليكم دي متصرفه جمله امريه مع الضمير تي فين بقى صفات الملكيه في الاربع اختيارات الخاصه بضمير تي اللي عندي
عندي رقم سي برافو، عندي كلمة تو يبقى بوغت توم مايو بورالي ألون تخلمو. نيجي بقى الجملة رقم 26 الأمر اتغير هنا، خليناها أمر مع نو، بوغتو بوا مايو بورالي ألون تخلمو. عندي هنا الأمر مع نو، ودايما لما الاقي جملة أمرية معها فيرب مع التي أو النو أو الفو أكتب السوجي بتاع الأمر ده فوق منه، يعني أكتب فوق رقم 25 ضمير تي، فوق رقم 26 ضمير نو، فوق رقم 27 اللي جاي إن شاء الله ضمير فو. بالتالي هعرف على طول هنا التي يبقى تون تا تي، هنا النو يبقى نوتخ أو نو، هنا الفو يبقى فوتخ أو فو. عندي في الجملة رقم 26 اللي معانا بوغتو بوا مايو بورالي ألون تخلمو، هنا مايو مفرد والأمر مع النو، يبقى بالتالي الإجابة رقم دي آخر إجابة نطق مايو. هنيجي بقى رقم 27 بوغتي، هنا الأمر مع مين؟ برافو عليك وسامع الناس كلها بتقول، الأمر هنا مع الضمير فو، خلاص يا فوتر يا فو. طب أنا عندي اتنين فوتر رقم أ وفو رقم ب، أروح بقى على الكلمة اللي بعد النقط عشان أربط صفة الملكية بالفعل بتاعها، عندي مايو مفرد بالتالي هنا فوتر الإجابة رقم أ. برافو عليكم زي ما كلكم قلتوا كده معايا. جميل يا مستر سعد. ننتقل للصفحه رقم 10 مع مستر وليد. مستر وليد اتفضل يا مستر. ننتقل للقاعده الجديده يا مستر. احنا مستر سعد اتكلم على الادجكتيف، انا اتكلم معاكم على الارتيكل، سواء ارتيكل ديفيني سواء ارتيكل بارتيتيف. ومعايا هنا 28 جيم بوان جلاس اوفوي، يعني انا احب نقط جلاس اوفوي اللي هو الايس كريم بالفواكه. وهنا بيلعب معايا على الفيمينا والماسكولا، لازم اعرف الكلمه بتاعتي دي الاول هي فيمينا ولا ماسكولا. فانا هديك كونسي بسيطه، حضرتك المفروض تحفظ الكلمات بتاعتك بالارتيكل ان ديفيني ادوات النكره، هي الطريقه الوحيده اللي هتحدد لك الكلمه دي فيمينا ولا ماسكولا. طيب من شويه انا اتكلمت معاكم وقلت لكم ان احنا عندنا افعال فيرب ديجو بتيجي معاها ارتيكل ديفيني، كان منهم فعل ايمي، هزود لك عليهم كمان ايمي ادوري بريفيري ديتستي. الافعال دي يا شباب بيجي بعد منها الكلمه التي تليها مسبوقه بارتيكل ديفيني، يعني مش قبل منها بريبوزيسيون اللي هو حرف جر. اوكي طيب تعالى ما نشوف الاختيارات اللي معانا قدامنا كده، دولا ولا لا ولا الا ولا لو. احنا اتفقنا ان ايمي من افعال الذوق والميول، فمش هيجي بعد منها ادوات تجزئه، فنشيل خالص من قدامنا من حسباننا دولا. طيب الكلمة دي برضو لا تسبق بحرف جر، هنشيل ألا، يبقى فاضل لي إلا وفاضل لي إلو. أنا من شوية قلت لك لازم تعرف الجونغ بتاع المو بتاعتك دي هي فيمينا ولا ماسكولا. طيب اللي هيحدد لك إنك أنت تحفظها هي أن جلاس ولا إن جلاس، هي تري بيان إن جلاس، إذن الكلمة دي فيمينا. طيب هناخد لها ايه؟ لا ولا لو؟ برافو هي لا، يبقى جيم لا جلاس او فروي، يعني انا احب الايس كريم اللي بالفواكه. طيب ننتقل للفراز 29 جو مانج بوان جلاس او فروي، يعني انا اكل. هل الفعل ده هيجي بعد منه الكلمه التاليه مسبوقه بارتيكل بارتيتيف ولا ارتيكل ديفيني؟ très bien، هيسبق هنا مونجي زي بوار زي بروندر زي اشتي زي فولوار زي ايليا، يجي بعد منه الاليمو وي البواسون بريسيد بار ان ارتيكل بارتيتيف مسبوقه باداه تجزئه. طيب ادور على ادوات التجزئه هنا فين؟ مش هلاقيها الا في نيمرو ان اللي هي ا دولا، يبقى جو مونج دولا جلاس او فروي، يعني انا اكل بعض من الايس كريم، يعني ما اكلتهاش كلها، دي ده معنى الفراز دي. طيب نمرو 30 جيم مونجي بوان جلاس او فروي، الله يا مسيو ده هنا حاطط لي دو فيرب، حاطط لي فيرب بتاع جو وحاطط لي الفيرب اللي بيجي بعد منه ارتيكل بارتيتيف. طب انا هختار انه، شوف اقرب البوان اللي قدامك دي، النقاط دي اقرب حاجه لمين؟ انه فعل، اقرب فعل ليها هي مونجي، يبقى حط لها على طول ارتيكل بارتيتيف. فين الارتيكل بارتيتيف قدامك هنا؟ برضو دولا، يبقى جيم مونجي دولا جلاس او فروي. ميرسي يا مسيو. احسنت يا مسيو. ننتقل لمسيو محمد الطراس وصفحه رقم 11.
question numéro 31 الجملة بتقول je n'aime pas not glace. هنا عندي verb aimer هو فعل ميول، واحنا قلنا ان افعال الميول اللي هي aimer adorer préférer détester بتتبع بادوات معرفة، فهنا هنقول je n'aime pas la glace. الاختيار نمرو B. الجملة اللي بعدها je ne mange pas not glace. دو لا ولا لا دو دي ابستراف. هنا عندي verb manger ياكل، وهنا الجملة كنا بنقول قبل كده في القاعدة عند النفي تتحول أدوات النكرة والتجزئة إلى دو أو دي أبستراف ما عدا في وجود فيرب إتر. هنا فيرب مونجي والجملة منفية، أختار اختيار نمرو سي اللي هي دو. الجملة اللي بعدها نمرو 33 جو مونج بوكو نوت جلاس. عندي هنا بوكو ظرف كمية بمعنى كثير من، بيطبع بحرف الجر دو أو دي أبستراف، وإحنا قلنا إن الدو اللي بتيجي بعد ظروف الكمية لا تضغم ولا تجمع، ما ينفعش تحولها ولا دي يو ولا دو لا ولا دي. هنا هتبقى الاختيار نمرو دو نمرو سي. جو مونج بوكو دو جلاس. سي فيني. احسنت يا ميسيو. ننتقل لميسيو محمد الويشي وصفحه رقم 12. اتفضل يا ميسيو. هنتكلم بعد كده على بعض حروف الجر وبعض التشابهات. هنا بيقول جيم لا جلاس فخايز. انا بحب لا جلاس جيلاتي فخايز فراوله. يعني انت عايز تقول لي بربط ايه؟ بربط اكله بالنكهه بتاعتها. تمام. طب بص، عايز تربط الاكله بالنكهه، يعني مثلا بيتزا بالزيتون، جيلاتي بالشانتيه، او مثلا بالكريمه، او اي نوع الايه النكهه اللي عندك، اربط دايما بادوات ادغام بحرف الجر ا اللي بتغير شكله طبعا يا جماعه، اللي هي او الا الا بصحف او اكس، على حسب المفروض الكلمه دي ماسكولا ولا فيمينا، مذكر ولا مؤنث. فدلوقتي انا عندي المفروض لا جلاس وفخاز جايين ورا بعض، يبقى عايز تربط بنكهه، فالنكهات تسبق بادوات ادغام، والمفروض ان كلمه فخاز مؤنثه، فانا هستخدم لا مش دولا، لان خلي بالك هنا عندي النكهه مباشره على طول بالايه بالاكله نفسها جيلاتي فراوله، ولكن في المثال رقم 35 جملا جلاس افيك، هتقولي ايه اللي زاد في المثال رقم 34 عن 35؟ اقول لك بص، عندي حرف الجر افيك، انت قلت لي في المثال 34 ان انا بستخدم ادوات ادغام عشان اربط النكهه بالاكله بتاعتها مباشره، ادوات ادغام بحرف الجر المتغير شكله على حسب الكلمه اللي بتيجي بعد النقط مذكر ولا مؤنث، ولكن تستخدم ادوات التجزئه بعد افيك. خلي بالك لا جلاس فخيز جيم لا جلاس الا فخيز، لكن جيم لا جلاس افيك 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 دو لا فخيز. لازم تبقى عارف ان افيك حرف، طبعا الكلام ده ذكر فين في المنهج؟ حد يقول السؤال ده شكله غريب. الجمله دي ذكرت في وثيقه كتاب المدرسه الوحده الثانيه، لما كان الواد والبنت رايحين يعملوا تسوق، وفي نفس الوقت دخلوا يشتروا ايه في محل باتيسيري حلويات، فبالتالي باذن زي ما احنا قلنا لا جلاس مباشره بالنكهه الا، ولكن افيك افيك اقلب الالا الى ايه دولا. جو نو برون با، جماعه هنا انا المفروض ان انا اخدت فيرب بروندر، وفيرب بروندر كان بيساعد على التجزئه، يعني عايز تقول لي فيرب بروندر مع الاجل كان بياخد ادوات تجزئه، وانا هنا عندي نفي في الجمله، فطبعا كانت في قاعده بتقول ان عند النفي تحول ادوات التجزئه الى ايه الى دو او دابل ستروف باستثناء فيرب اتر. طبعا هنا نفيت فحول لدو. طب هنا عندك الياء اخت، هنا كمص بار اون ايه كونسون ولا فويال، تبدا بحرف ساكن ولا متحرك؟ طبعا الاي جاي يا جماعه في الكلمه دي تعامل معامله الساكن، فبالتالي يا اما دو يا اما دابل ستروف، هنا هستخدم الدو لان حرف الاي جاي حرف ساكن. احسنت يا ميسيو. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني. الرياكشن بتاعها حلو جدا، يعني الرياكشن بتاعها حلو جدا. خلاص ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ونشوف كده مع مستر عبد الفتاح شاكر الصفحه رقم 13. حبايبي على السريع جدا، احنا عندنا الارتيكل كلها بيجي بعدها نوم، فلما اجي اختار في الارتيكل بحدد نوع النوم. الجمله الاولى عندي فيها حاجه كلنا عارفينها من سنه اولى ثانوي، نيو با في النيجاسيون، بتحول ادوات النكر والتجزئه لدو دي ابوصرف الا مع فيرب مين. بص على الفيرب اللي عندك فيرب اتر، يبقى انا اختار هنا دو نيميرو ا. جمله 38 جو بران بيتزا، عندي دو دو دي الابوصرف ايل، نوع الاسم اللي عندي في ميناء اختار اين على طول. الجمله 39 بتقول ايه الفو فغن، الدقيق ده سانجولي في ميناء، اختار دو ولا لا ولا دو ولا دو لا؟ الإجابة اللي عندي دو لا، الفو دو لا فارين. يلا ميسيو. جميل، ننتقل للصفحة رقم 14 مع ميسيو أحمد الشافعي. اتفضل يا ميسيو.
نبص كده يا شباب للجمله رقم 40 هنلاقي بنقول جينيفو با وفوتبول. عاوزين نختار فيرب من الافعال اللي قدامنا جو ام في بارتيك. كل التريك اللي في الجمله بص بعد النفي هتلاقي او، يبقى انا هنا كده محتاج فيرب يكون بياخد لوزارتيك لو كونتراكتي افيك ا او الا الا ابوستروف وافيك اكس، يبقى هنا هقول جيني جو با وفوتبول. الجمله رقم 43 41 جيني با دي فوتبول. بص بعد النقط هتلاقي ان في ارتيكل تم تغييرها او تم تغيير شكلها لسبب وجود نفي نويل با، يبقى انا هنا محتاج فيرب يكون بياخد اداه تجزئه او ادوات او مشتقات حرف الجر دو اللي هي دو دي لا دي ال ابوستروف دو، ويكون اتحول في النفي لدي او دي ابوستروف عشان وجود دي. هلاقيه هيبقى نستبعد جوير ونستبعد ام ونستبعد براتيك، هيبقى بقى عندنا الاختيار رقم سي هتبقى الجمله جيني في با دي فوتبول. الجمله رقم 42 على نفس الفكره برضو، يبقى جي ني با المره دي بقت ارتيكل ديفيني، المره دي بقت اداه تعريف قبل المفعول، يبقى هنا هعوز فيرب بيكون بيستاهل او فيرب بيكون ينفع يجي معاه اداه تعريف او مفعول مباشر. هبص الاختيارات على جوي ام في براتيك، عندي هستبعد جوي وهستبعد في لان احنا قلنا جوي بيجي مشتقات ا وفي بيجي معاه دي، يبقى قدامي ام وقدامي براتيك. طب ليه هنا بقى ام ما تنفعش؟ عشان النفي هنا بص على نو هتلاقيها منتهيه بحرف متحرك، يبقى لو كان هو عاوز مني فيرب ام كبقت ان ابوستروف، يبقى كده استبعدت ام، هيبقى عندي الاختيار رقم دي براتيك، تبقى الجمله جيني براتيك با لو فوتبول. شكرا سنت يا مسيو. ننتقل للصفحه رقم 15 مع مسيو سعد، اتفضل. بنبدا في الجمل ديت تمارين مهمه جدا على سؤال من الاسئله، مش عايز اقول لكم بس ثابته في الامتحان، لان 2019 و2020 جه جملتين في كل امتحان على سؤال استفهام. نشوف مع بعض ونرجع تاني للطريقه اللي علمتها لكم، نستبعد الخطا الاول. الجمله رقم 43 نبص مع بعض كده، بوا تي في دو سبور. الاختيار رقم ب كو، الجمله كامله عندي سوجي وفيرب وكومبليمو، ما ينفعش كو. كوا لازم تكون في اخر الجمله او بعد كلمه سي. كومبيا دي بتيجي يا اما بعدها دو يا اما بعدها فيرب كوتي يا اما مع صافي او سي. يبقى بالتالي عندي الكلمه اللي يجي وراها جمله كامله العناصر هي كلمه اسك اللي فاول الجمله زي ما انتم شايفين كده. طيب الجمله رقم 44 بوا تي في كوم سبور. كوم سبور دي يا شباب نعتبرها مش موجوده، بيوضح لي بس بيقول لي كرياضه، يبقى الجمله اصبحت سوجي وفيرب بس، يبقى ناقصه الكومبليمو زي ما وضحنا في الجمله اللي قبل كده. فين الاداه اللي بتسال على الكومبليمو دوبجي ديريكت؟ هنا اللي هي كلمه كو رقم ب. نروح على الجمله رقم 45، جمله كامله برضو تي في دو سبو. كل الاولى ديت بيجي حاجه من اتنين بعدها، يا اما التمييز بتاعها يا اما تصريف فيرب اتر. كوا قلناها في الاول بتيجي في اخر الجمله بعد كلمه سي. كي الاخيره دي ودي مهمه جدا وعايز تاخدوا بالكم منها كتير معايا، كي طالما فيه فاعل وفعل ومفعول في الجمله يبقى ما ينفعش اختار كي، لان هي اصلا بتسال عن الفعل اللي عندي. يبقى انا عندي ارجع بعد ما استبعدت الثلاثه بالطريقه اللي قلنا عليها، ارجع اختار كلمه كو اللي هي معناها متى، اقول كو تي في دو سبو. احسنت يا مسيو. ننتقل لمسيو وليد عبد العظيم، بيج نمبر 16، الصفحه رقم 16. على نفس النمط بتاع الاسئله يا شباب، نيمغو 46، هنا عايزين نعمل سؤال. طيب عايز اقول لكم الاول ان احنا الفخاز ديكلاراتيف اللي هي الجمله الخبريه هي بتتكون من سوجي فيرب كومبليمو، وهنا عشان اعمل عليها فخاز انتروجاتيف اللي هي جمله استفهاميه لابد ان احنا ندور على العنصر اللي مفقود في الجمله بتاعتي. هنا ناقصني ايه يا شباب؟ بوا في دي سبور. ايه اللي ناقص في الجمله دي؟ ان هو يستخدم سوجي. اذا هو عايز مو انتروجاتيف تسال على السوجي. ايه المو انتروجاتيف هنا؟ اداه استفهام في الاربعه اللي قدامك دول بتسال عن السوجي. Très bien, هي كي. طيب نروح 47 point tu fais du sport. هنا انا حطيت لك السوجي، اذا عندك السوجي والفيرب والكومبليمون. طب ينفع اختار كي الاولانيه؟ ما تنفعش لان انا عندي السوجي موجود. طيب كومبيان تنفع؟ لا طبعا.
كو ابسخوف دي ما تنفعش اللي بعد منها حتى لو انا مش عارف استخدامها، اللي بعد منها بادئ بحرف كونسون فما ينفعش استخدم الابسخوف. ففضل لي مين؟ افيك كي. افيك كي يعني مع من تو في دي سبور. نيمرو 48 بوان سبور تو في. تعال هنا هنشيل يا شباب اي بيض اي، اول كلمه هشيلها على طول. الاختيار الرابع ده هشيله مني كل دي، بيجي بعد منها كلمه مفرد مذكر. الكلمه اللي هنا دي كلمه جمع مذكر، تمام كده؟ طب حضرتك بتقول لي كلمه جمع مذكر، يبقى اشيل الاختيار الثاني كمان. يبقى انا شلت الاختيار الثاني والاختيار الرابع، يبقى انا المقارنه عندي ما بين كون وما بين كومبيان دو. طب تعال نشوف المعنى بتاعها، كون متى سبور تو في ولا كومبيان دو سبور تو في، كم عدد الرياضات اللي انت بتمارسها؟ تري بيان، هي كومبيان دو. احسنت يا ميسيو. ننتقل للصفحه رقم 17 مع ميسيو محمد الطراز، اتفضل يا ميسيو. كيسيون نو 49 سؤال رقم 49 نو نقط فام. احنا عندنا هنا تعبيرات المشاعر الثابت معاها هو فيرب افوار، يبقى اختار الاختيار نمرو بي نو زافون ف، نحن نشعر بالجوع. جمله رقم 50 50 ايلزو نقط فام. انا عندي هنا عايز ادي قوه اكبر للصفه اللي هي كلمه فام جوعان، يبقى اختار رقم سي هي تري ايلزو تري فام، لان كلمه تري بتدي قوه اكبر للصفه، لكن كلمه بوكو بتدي قوه اكبر لفعل. نمرو 50 يا جي نقط جو فو بار، جمله واضحه جدا، هو بيشعر بايه؟ فهو عايز يشرب، يشعر بالعطش، يبقى اختار رقم بي جي سواف جو فو بار. سيف سانتا ميسيو. ننتقل للصفحه رقم 18 مع ميسيو محمد الويشي، اتفضل يا ميسيو. نيجي بعد كده السؤال رقم 51 يول جي جو فو مونجي. هنا يا جماعه فيرب مونجي بمعنى ياكل، طبعا فيرب بروميي جروب مجموعه اولى معناه ياكل، فبالتالي كنا واخدين زي ما ميسيو محمد طراز قال، واخدين تعبيرات خاصه بالمشاعر والجوع، فكان عندي جي فان جي سواف جي شو جي بير وكذلك جي فخوا. هنا مونجي هنا ياكل، يبقى بالتالي جي ايه؟ جي فان جوعان ولا جي سواف ولا جي شو حران ولا جي فخوا؟ طبعا عايز ياكل يبقى اكيد جي فان. وهنا طبعا يا جماعه ده اسم، وطبعا نوفي منا اسم مؤنث كمان. طب سغا طبعا احنا عارفين ان فيرب افوار بيجي مع ايه؟ مع التعبيرات الخاصه بالايه؟ بالشعور. فعندي هنا المفروض التعبيرات يا جماعه اللي بتيجي بعد فيرب افوار ثابته، فبالتالي يبقى برغم ان صوره مؤنثه يبقى كده استخدم شو المفرد المذكر، لان يا جماعه لو عندي فيرب اتر يبقى اللي قبل فيرب اتر يبقى اللي بعد فيرب اتر. طب نيجي بقى كده على لا بواسون. طبعا كلمه البي خفيفه بمعنى مشروب، لكن البي تقيله بمعنى ايه؟ بمعنى سمك. فلا بواسون هنا مؤنثه وده فيرب اتر، يبقى انس على طول، فبالتالي هيستخدم شود ثاني واحد. فيني. احسنت يا ميسيو. حلقه من الحلقات الممتعه وشرفتونا، وان شاء الله نتمنى نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه. بنشكرك ميسيو عبد الفتاح. ميسيو يا فندم، ربنا يخليك. نشكرك ميسيو احمد. شكرا يا مستر احمد. نشكرك ميسيو سعد. مستر احمد شرفت بحضرتك. بنشكرك ميسيو وليد. نشكرك يا مستر، يعني نتمنى ان احنا نكون زي ما حضرتك بتقول ندنو من الكمال، يعني نكون احنا قدمنا حاجه لحضرتك يا رب. نشكرك ميسيو محمد الطراز. نشكرك يا مستر احمد والتوفيق لابناء طلب الثانويه العامه. نشكرك ميسيو محمد الويشي. شكرا مستر احمد والتوفيق دايما لطلاب الثانويه العامه. شرفتونا، وان شاء الله نتمنى نشوفكم في قراءه اللقاء القادمه، ونتمنى ان يتقبل بها كل طلابنا الاعزاء بالتوفيق ونجاح. شكرا لكم جميعا. شكرا يا مستر احمد.